ماسكة في كشف الكذب وقراءة لغة العيون، هل الستات ولا الرجالة؟ وطبعا كل الحاجات وضحت انه الستات طبعا أذكى في كشف الكذب، والرجالة ما بيقدروش يعملوا كذبة كاملة والأكاذيب بتاعتهم كلها ساذجة. دي نعمة عند ربنا ان احنا واضحين وما عندناش التفاصيل دي. يا ابني مش وضوح، ما هو لو وضوح يا فاروق مش هتعمل واضح. الغلط وتروح تخبيه. وبعدين لغة العيون واضحة، لغة العيون دي بقى انتوا اصلا ما بتبصوش في العيون. ليه ما بتبصوش؟ والله ماسكين الموبايل، يا بتلعبوا بي اس يا بتبصوا على اي حد تاني. لا مش للدرجة دي برضه، لا اي حد انت عايزه مننا ايه؟ سيبينا في حالنا يا شيخ، حرام عليكي. عايزه وعي الستات، توعيهم في ايه؟ ما هم عارفين. يعني لغه العيون تتقري في حاجات حلوه، مشاعر كويسه بين الطرفين، ما بين راجل ومراته، حلو الكلام ده. لكن دايما نخش ايه في تفاصيل ان الراجل ده يعني حاجه شر كده، حاجه صعبه جدا. لا انا شايف ان هي زي ما قلنا من شويه، هي مش حاجه ثابته، مش مستوى. طب احكي لي موقف انت اكيد افتكرت. مش هحكي لك حاجه. لا انت افتكرت يا رؤى. انت بقول لك ايه، انا مش هفضح اصحابي تماما. ما هم ما يعرفوش. لا ما يعرفوش ان ده هم. هو الفكره في ايه؟ الفكره ان هو كل المواقف في حياتنا دي هتلاقيها ايه. طب هقول لك على حاجه، ما تحكيش انه صحابك هم اللي كذبوا، احكي لي حد من صحابك اكتشف كذبه، او حد من قرايبك، حد من اخواتك، ايا كان، اي حد انت تعرفه هو اللي اكتشف الكذبه، مش لازم هو اللي بيكذب. مفيش حاجه في دماغي دلوقتي. لا دلوقتي مفيش حاجه في دماغي، والحاجه اللي في دماغي عندنا دلوقتي عندنا انا ما ينفعش اعمل ده خالص، يعني فاهمه. لا هو الفكره في ايه؟ الفكره ان هرجع اقول لك تاني ان ممكن الرجاله يعني بتكتشف بسهوله جدا، بس برضو الرجاله عندنا في مننا يعني نوعيه بتعرف برضو تكتشف ده، ولو حاجه عاديه او حاجه يعني بسيطه الراجل بيعدي بيكبر دماغه. يا سلام. اقول لك على حاجه، ده فين ده بقى؟ في اوقات جدا الراجل ممكن يبقى عارف حاجه وحاجتين وثلاثه، بس هي عارف الحاجه دي حاجه يعني ملهاش لازمه، بس هو عارف ان ممكن الموضوع ده لو اتكلم فيه دلوقتي هيحصل مشكله. فممكن مره واثنين وثلاثه واربعه يعدي، وبعد كده يتكلم في الموضوع، وممكن هي تكتشف في يوم من الايام ان هو كان عارف حاجات كتيره جدا وهي مش عارفه مثلا. لا مش مقتنعه. حاجات بسيطه راجل... يعني من ابسط الحاجات. يعني لو لا مش عارفه، حتى الحاجات البسيطه بحس الرجاله اللي هو لا، هي بالنسبه لها واخده فكره كده عن الست. انه الست المفروض ان هي ما تغلطش، رغم ان هو عادي ان هو يغلط عشان هو بني ادم، انما احنا المفروض ما نغلطش. لا ما هو غلط على غلط. فغلط الست غير مقبول بالمره. فاكيد لو الراجل عرف انه مراته بتكذب في اي حاجه، او خطيبته، او ايا كان ايه الصله ما بينهم، لا طبعا ما بيعديش. لا انا شايف غلط عن غلط يفرق، يعني في غلط لازم تقف عنده ويبقى فيه هنا كلام وحساب، وفي غلط تاني لا. شايف ان هقول لك على حاجه اللي للاسف اللي هي مش حاجات كبيره قوي. فاهماني؟ هقول لك انا على حاجه بقى للاسف، نصيحه كده مش عارفه ليه الستات بتنصح بعضها بيها يعني. بس مثلا تلاقي ست قايله انه انا اكتشفت ان جوزي بيعرف واحده عليا، او ان جوزي بيخوني او كده. فتلاقي بقى نصيحه الست الثانيه اللي ليها ايه؟ اعملي كانك ما عرفتيش حاجه. فاللي هو دلوقتي ازاي؟ تقول لها اعملي كانك ما عرفتيش حاجه، لو انت مش ناويه تاخدي قرار الانفصال وناويه تكملي معاه، يبقى اعملي ان انت كانك ما عرفتيش، عشان لو هو عرف ان انت عارفه فهو هيتمادى والموضوع هيفضل يتكرر معاكي، وهو عارف انه كده كده انت مش هتسيبيه. مش عارفه بجد احنا بنجيب النصيحه دي منين؟